احنا لسه في كره اليد بس هنروح للسيدات. بالرغم ان النادي الاهلي هو بطل الثلاثيه السنه اللي فاتت في كره اليد للسيدات، ولكن هو مازال بيدعم فرقته، تعاقد مع سلمى عبد الرازق قادمه من نادي 6 اكتوبر لمده 4 سنين، تعاقد معها لحاجه الفريق لمجهودها يعني. وقال كابتن رؤوف عبد القادر انه بيجي في ظل توجيهات طبعا مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب بضروره تدعيم الفرق الرياضيه في النادي باحسن العناصر عشان ينافس على كل البطولات. ده تصريح كابتن رؤوف عبد القادر. واكد كابتن رؤوف كمان ان سلمى اضافه كبيره لمستقبل الفريق وعندها امكانيات فنيه عاليه وانها جاهزه للمشاركه مع الفريق في التدريبات الجماعيه في الفتره القادمه استعدادا للموسم الجديد تحت قياده كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق. خطوه مهمه لفرقتنا، وده استكمال طبعا لدعم الفريق السيدات او فرق النادي بشكل عام زي ما كابتن رؤوف صرح، والنادي الاهلي دايما بيدور على الافضل عشان حصد البطولات.